تعالوا نروح لوقائع المؤتمر الصحفي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر النهارده في اعلان قائمه المنتخب، وبعدها نرجع نكمل. خليكم معنا. Vamos começar por fazer a apresentação daquilo que se vai passar nos próximos dias. اول حاجه هنقدم ايه البرنامج بتاعنا او اللي هنعمله ان شاء الله في الايام القادمه. Estágio de junho com dois jogos. معسكر شهر يونيو يتضمن مباراتين. E portanto só para fazer mais ou menos este o plano de ação. عشان نعمل الخطه بتاعه المعسكر. Nós vamos começar a trabalhar a 10. هنبدا ان شاء الله العمل بتاعنا يوم 10. Depois iremos ter um jogo a 14, já falamos sobre isso. ومنها ان شاء الله في مباراه يوم 14 هنتكلم عنها بعدين. Iremos ter outro jogo a 18. ومباراه ثانيه يوم 18. Iremos trabalhar dois dias aqui no Cairo, 10 e 11. هنشتغل هنا في القاهره يومين بس اللي هو يوم 10 و11. No dia 12 viajamos para Marrocos. يوم 12 السفر الى المغرب. Fazemos treino lá 12 e 13, jogo a 14. هيكون في عندنا تمرين في المغرب يوم 12 ويوم 13 و14 المباراه ان شاء الله. No dia 15, no dia a seguir regressamos. يوم 15 العوده الى مصر. Treinamos no Cairo até ao dia 18 e dia 18 temos o jogo com o Sudão. هيبقى في تمارين في القاهره ان شاء الله، وفي يوم 18 مباراه يوم 18 هنا. Esta convocatória tem 28 jogadores. الليستة بتاعتنا تتضمن حوالي 28 لاعب. Alguns jogadores novos a trabalhar conosco. هيكون فيها بعض العناصر اللي هي الجديدة بتنضم للمنتخب. E vamos ter dois jogos, um oficial e outro amigável. هيكون المباريات مباراة رسمية ومباراة ودية. E agora é aqui que entra a principal questão desta minha conferência de imprensa. ومنها بنخش بقى على الخط الأساسي للمؤتمر الصحفي بتاع النهاردة. E quero vos dizer que eu estou tremendamente chateado. وبقول بصراحة إن أنا حزين جدا. Tremendamente desapontado. يعتبر زعلان. Que não aceito com facilidade isto que vos vou explicar a seguir. Estou a falar concretamente sobre a data 14 do primeiro jogo. É inaceitável, e nós, enquanto treinador do Egito, quero ganhar e é inaceitável nós fazermos este jogo a 14. يعني لن اقبل كوني مدرب لمنتخب مصر ان انا اكون ماشي بالمنتخب وان العب المباراه في يوم 14. وبقول بصراحه دلوقتي الموقف ايه عشان ما يبقاش فيه اي سيناريوهات ثانيه بعد كده. طبعا احنا مع كل الاحترام لغينيا. ما عنديش اي خوف من فريق غينيا. Respeito muito. نحترمه جيدا. E vamos trabalhar para ganhar. والشغل بتاعنا ان شاء الله من اجل الفوز في المباراه. Vamos estar preparados para jogar este jogo a 14. وهنكون جاهزين عشان نأدي المباراه يوم 14. Mas nunca o CAF ou quem quer que seja podia marcar este jogo a 14. ولكن ليس الكاف او اي منظمه مسؤوله ان هي تحط المباراه بالنسبه لنا يوم 14. Sabem quantos jogos existem agora em África nesta fase de junho? عارفين في كام مباراه موجوده دلوقتي في Existem 22 jogos. افريقيا في يونيو في 22 في 22 مباراه دلوقتي المفروض بتنظمهم. Só 3 jogos são jogados a 14. منهم بس 3 مباريات هيتلعبوا يوم 14. É o nosso. مباراتنا احنا. É o do Sudão. مباراة السودان. E é o de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. مدينة بلد ثالثة بس ما اعرفهاش بصراحة. São 3 jogos que existem. Todos os outros vão ser jogados. A 16, a 17, a 18, a 19 ou 20. هيكون بعد كده المباريات من يوم 17 و18 و19 و20. Nós fizemos um pedido. احنا قدمنا طلب. Desde fevereiro que estamos a falar com a CAF. من اول شهر فبراير واحنا بنتحدث مع الكاف. Para que este jogo fosse em todos os dias menos a 14. عشان تكون المباراه بتاعتنا مش يوم 14. Mandamos 3 cartas. ارسلنا 3 خطابات. Vem-nos a resposta no dia 21 de maio. وصلت لنا الرد كان يوم 21. A 15 dias.
15 يوم بس. إنكسو هي تيفامز كونفيرماسيون كو جوغ يا سيرا 14. ومنها أكدوا لنا أن المباراة هتكون يوم 14. أدي أجداد تشفيفا إد 12 أتي 20. يعني التوقف الفيفا الرسمي من 12 لحد يوم 20. يودي سوجستون بانو جارمز 15 16 17 18 19 20. أنا أعطيت يعني الحلول، قلت ممكن نلعب يوم 15 أو 16 أو 17، ولكن بلاش يوم 14. سابين كونت جوكز يزيشت ان اوروبا باش جوغار اغورا نا فاز دي نيشتا فاز جونيو. عارفين في كام مباراة دلوقتي في اوروبا بتتلعب في يوم 14؟ زيرو. ولا مباراة بتتلعب في اوروبا يوم 14. البريمير جوك يزيشت ان اوروبا 16 جونيو. اول مباراة تتلعب في اوروبا هتكون يوم 16. زيكيبا جوغون 16 يتبقى جوغون 19 او جوغون 17 يتبقى جوغون 20. لان الفرق كلها يا اما تلعب 16 و19 او 17 و20 في اوروبا. ونيك جوك يزيشت 14 او نص. المباراة الوحيدة اللي نزل في 14 مباراة نحن. إيمايش كوما إكيبا كستانا ليغا دي كامبيونز أفريكانا. علاوة على كده بقى إن إحنا عندنا كمان فريق بينافس في بطولة. جوغا 11. أفريقيا. إيك بود غانيار بود بردير. الفريق هيلعب يوم 12. أوبريغامز وشجادور زشجار. بسات ستنتي من ستنتي دوز أورش. الفريق هيلعب يوم 11، ممكن يفوز أو ممكن يخسر. بس ساريمنت. بدون أي سبب إن إحنا إيه اللي خلينا نلعب بعديه على طول ب 72 ساعة. Não se defende o futebol, não se defende os jogadores. هنا انت كده لا بتحمي كره القدم ولا بتحمي اللاعبين. Quando se podia muito facilmente puxar este jogo mais para a frente. وقت ما كان في الامكانيه انك انت تقدر بس تنقل المباراه لقدام شويه. Mas sabe o que é que nos dizem? Ah, tem que conversar com a Guiné, tem que se entender. Não temos nada que nos entender. Quem tem que marcar é a CAF. Não é aceitável que esse jogo seja a 14. الرد بتاعهم قالوا لنا خلاص انتوا اتكلموا مع غينيا وحاولوا تتفاهموا مع بعض. بس ما ينفعش ان احنا نتفاهم مع غينيا، المفروض يكون القرار نازل من الكاف. Aliás, o que pode acontecer é os países desentenderem-se. فما ينفعش ان انت من الكاف تقول بعد كده للفرق تفاهموا مع بعض دوله مع دوله. Havia quatro equipas que podiam disputar a meia final da Liga dos Campeões. طبعا في اربع فرق كانوا ممكن يتاهلوا الى او كانوا موجودين في الدور نصف النهائي وكانوا ممكن يتاهلوا للنهائي في uma equipa da África do Sul. بطولة افريقيا. Uma equipa da África do Sul. فريق طبعا من جنوب افريقيا. Uma equipa da Tunísia. وفريق من تونس. Uma equipa de Marrocos. وفريق في المغرب. E uma equipa do Egito. وفريق المصري. Sabem quando é que jogam as outras três seleções? Marrocos, Tunísia e África do Sul. عارفين بقى ان جنوب افريقيا والمغرب 17. وتونس هيلعبوا امتى؟ هيلعبوا يوم 17. 17 او 18. هيلعبوا يوم 17 و18. O Egito é a primeira que vai jogar a 14. مصر هي الدولة الوحيدة اللي هتلعب يوم 4. E é a única que vai jogar a 14. Quando tem um jogo a 11 para a Liga dos Campeões. وقت ما يكون برضو عندها فريق بيلعب يوم 11 في. Isto eu não aceito. أفريقيا. O Egito não pode aceitar e para a defesa dos jogadores e para a defesa do futebol isto não devia acontecer. فبصراحة مصر لن يجب أن تقبل هذا وخاصة من أجل حماية اللاعبين ومن أجل حماية كرة القدم المصرية. Não sei quem é o responsável nem estou nada preocupado com isso. أنا طبعا ما أعرفش مين هو المسؤول ولكن بقول برضو إن أنا يعني مش خايف من أي حاجة من كل. Agora é bom que quem aceitou, quem marcou este jogo que não fuja às responsabilidades. Se houver jogadores lesionados, a culpa é deles. وبقول بصراحه اللي قبل واللي حدد المباراه في يوم 14 هو المسؤول، لان لو في حصلت اصابات للاعبين المصريين هيكون هو المسؤول عن كده. Mas nós vamos jogar o jogo a 14. ولكن احنا خلاص هنلعب المباراه يوم 14. Vamos estar preparados para ele. وهنكون جاهزين للمباراه. É bom que isto fique claro que eu não quero que isto fique aqui dúvidas que está com medo de jogar, não tenho medo nenhum de jogar. وبقول بصراحه انا ما عنديش اي خوف من المباراه ولا خايف ان العب المباراه وعايز يبقى الامور واضحه قدامكم. Só que muito friamente também tenho que dizer, nós não estamos no CAN ainda. بس عايز اقول لكم برضو عشان تبقوا عارفين احنا لسه لحد دلوقتي لم نتاهل الى بطوله افريقيا. E não podemos facilitar e deixar de ser exigentes. لم نتاهل حتى الان لبطوله افريقيا ولازم ان احنا يا جماعه برضو نفضل على نفس الحرص بتاعنا ان احنا نكون بنأدي من أجل التأهل. E até nós estarmos matematicamente no CAN, يعني لو até aí é que nós podemos estar descansados. Até lá não. E temos que fazer pontos até lá. بس عشان تبقوا عارفين إن إحنا نكون متأهلين لأمم أفريقيا ما ينفعش إن إحنا نستريح من دلوقتي. لسه في قدامنا دلوقتي النقاط لازم نحصدها عشان نقدر نتأهل رسمياً ويكون مكاننا موجود في أمم أفريقيا. E antes que surja qualquer pergunta, ومنها بعد كده هيجي الأسئلة. Por que é que aparece aqui o jogo a seguir a 18? لان بعديها هيبقى في مباراه ان شاء الله facilmente vocês vão todos perceber يوم 18 ودلوقتي بقى يمكن الموقف واضح قصادك انك تفهم 21 مايو ان يوم 21 مايو وقت ما وصل لنا اوروبا con jogos todos marcados
وقت ما كان وصلنا الرد وكانت خلاص كل المباريات تم تحديدها. نو فيا مونتاز ايكيباش باش جارا 18. ما كانش قدامنا اي فرص كثيره ان احنا عشان نلعب مباراه في يوم 18. ايش تو مودامز اشتا اورجانيزاسيون انتو تم شيمبر نيشت. اندام شيمبر اترابالياتش كو ماركاسيون دو جوكس اي كو بلانيمنت دو ما اكتيفيداد دو ما سيلاسيون ناسيونال. فعشان تغيير التنظيم وعشان برضو ان الرد جالنا متاخر ما كانش قدامنا اي فرص ودي حاجه عطلتنا برضو ان احنا عشان نادي مباراه وديه. Isto eu tenho que vincar que estou mesmo muito chateado, não aceito e acho que o Egito não pode aceitar isto. وانا بصراحه ببلغ من مكاني هنا ان انا زعلان جدا وما كنتش متقبل هذا الموقف وان احنا المفروض مصر لن تقبل هذا بسهوله. A desculpa vai ser claramente, mas os clubes falaram, os países está dentro da lei, até pode estar na lei, mas não faz sentido nenhum. Os jogadores acabaram o jogo às 11, dia 11 à noite. E passar três dias, quando se poderia jogar muito mais à frente, estar a jogar novamente. طبعاً alguns deles. Aí o طبعاً هو داخل أيام الفيفا وإن هي فترة التوقف و... بس ما ينفعش فريق يكون بيلعب عندك يوم 11 وتدي اللاعبين راحة بسيطة جدا على أساس إن هو ينزل منها يلعب بعد كده يوم 14 ده أكيد بيأثر جدا علينا وبيأثر جدا على اللاعبين. Para esta lista também de 28 jogadores. فعشان كده بصراحة الليستة بتاعت 28 لاعب. Não convoquei nenhum jogador do sub 20 da equipa olímpica. ما خدتش فيها أي لاعب من الفريق الأولمبي. Porque vão disputar esta fase seguinte agora do CAN. لأن طبعا. Apuramento para os Jogos Olímpicos. المنتخب الأولمبي هيكون عنده بعد كده اللي هي التصفية بتاعت أمم أفريقيا. E eu combinei com o treinador Rogério Micheli, escolha os que ele quiser para levar para essa competição que nós temos outros jogadores. وأنا اتفقت مع مدرب الفريق الأولمبي ميكيلي قلت له اختار اللاعبين اللي انت عايزها اللي هتكمل بيها عشان تكمل بيها وتبدا بيها المنافسه بشكل قوي. ديفيد اشتا كونفوزون تودا مع كل الامور دي بقى يا جماعه والاضطراب اللي مش بريميرز دويس ترينز اكي الاول تمرينين هنعملهم هنا نوز فامش تير مين جوغادورز بوركو جوغادورز دو ارلي نون بودن استا بريزنتس. هيكون طبعا عندنا العناصر كلها مش متوفره لان لاعبين الاهلي مش هيكون موجودين معانا. اي فامش فازير ان برينسيبيو ان كونفيت الجون جوغادور جوفنز. فمنها المدرب هيختار أو يستدعي بعض اللاعبين اللي هم من 2003 para baixo من أقل من 2003 يعني ممكن 2003 أو أقل من كده para virem treinar conosco عشان يجي يحضروا معانا تمارين para as posições que nós precisamos para ter treino mais qualidade حسب المراكز برضو المدرب هيحددها عشان يقدر يطلع منها تمرين não são os melhores nem estamos a tirar daqui nenhuma conclusão se eu preciso de defesa direito eu vou buscar defesa direito só para completar o treino e para nos ajudar وعشان أكون برضو صريح معاك وبقول عشان الناس تبقى واضحه ان انا مثلا لو محتاج ظهير يمين او باك يمين هروح ادور على باك يمين عشان يجي يكمل معايا التمرين. يا ايش كومش فازي بريس دويش ترينز اكي نو كاير. وده هيكون خلال اول تمرين اللي هنعمله هنا في القاهره. اللي هو هيكون يوم ان شاء الله 10 ويوم 11. ان ريلاسيون جوغادورز ليزيونادوس. بالنسبه بقى لنقطه ثانيه اللاعبين المصابين. دا اولتيما ليست اي داز دوز اولتيما ليست نوش تيم سيركا د 7 8 جوغادورز كي نورمالمنت فينيون اي كي زون تو امبيديتش د فير نيست ستاجيو. يعني من اخر معسكرين عملناهم واخر لستتين المدرب حطهم للمنتخب احنا في تقريبا 7 أو 8 لاعبين منهم مصابين اللي ما قدروش ان هم يشاركوا معانا في الليسته دي. اشتو مو نمبرار دي اكرم توفيق يعني انا دلوقتي بتكلم مثلا في اكرم حجازي اسامه جلال اسامه جلال وينش كي نون تينيا فيند مش كتين فين انتش الوينش يمكن كان شارك معانا قبل كده برضه طارق امام عاشور طارق حامد وامام عاشور الناني النني اسم كوكا احمد حسن كوكا Que eu me lembro, estes jogadores estão todos impedidos de vir à seleção por lesão. كل اللاعبين دول واللي انا بقول عليهم دول ما يقدروش يشاركوا معانا في الليسته دي عشان الاصابات. E acho que para já para começar e abrirmos isto era esta a mensagem, deixando claro que estou a fazer-vos esta conferência, mas estou aqui atravessado há mais de um mês. انا مش دو مش توكي اترفسات كويس نغرغنت كنو اسايت بصراحه يعني انا بعمل دلوقتي معاكم مؤتمر الصحفي وبقول ان انا كنت يعني شرحت لكم دلوقتي الامور ماشيه ازاي وتخيل ان انا بقالي اكتر من شهر انا واقع في الامور دي كلها وبنحاول ان احنا نحل فيها لحد يمكن الامور وصلت عندي الى الرقبه يعني الى الى الى, إلى الراس بالظبط اي باراس غانيار alguma coisa em futebol os detalhes são importantes e se nós deixamos que estes detalhes nos prejudiquem então Estamos no caminho errado. Eu não aceito. Quero ser exigente. O baúl de saraha, في كرة القدم عشان نفوز بحاجة لازم نهتم بأدق التفاصيل. يا إيش؟ يمكن أدق التفاصيل الناس بتفكر إنها ملهاش لازمة لكن أدق التفاصيل دي هي اللي بتوصلنا للبطولات.